في إطار فريق حكومي متماسك تحذوه إرادة قوية من أجل رفع التحدي، فتحية إلى جميع الإطارات في كل القطاعات الوزارية، كل من موقعه ورتبته، وكل خيرين من إطارات الأمة الذين نأوا بأنفسهم عن خطابات التثبيت، تثبيت الهمم والعزائم والنظرة السوداوية، وقد بدأوا اليوم يرون ثمار جهودهم بتحقيق أكثر من 80% مما كان مسطراً، أي إنجاز ما يعادل 42 من التزامات السيد رئيس الجمهورية 54.